اليوم ستكون الحلقة مكرسة بكل دقائقها على رحلة منتخبنا الكروي بالتصفيات الحاسمة والمصيرية المؤهلة لمونديال الدوحة، وتحديدا مع مباراتنا الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، تعادل بطعم الهزيمة، وهذا ما جعل مشاركة المنتخب تبدو أكثر سوءا وتعقيدا. فمن 4 مباريات أصبحت حصيلتنا هي 3 نقاط فقط من أصل 12 نقطة. هذه القضايا وأخرى سنطرحها مع ضيوفنا ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا المكرس عن مشوار منتخبنا الكروي في رحلته بالتصفيات الحاسمة والمؤهلة إلى المونديال القطري. ففي المواجهة الأخيرة ضمن الجولة الرابعة تعادل منتخبنا أمام مضيفه المنتخب الإماراتي بهدفين لكلا الفريقين. تقدم الأبيض الإماراتي بهدف سجله اللاعب كايو كانيدو في 33 من زمن الشوط الأول، ورد العراق بهدفين متتاليين عبر كل من أمير العماري وأيمن حسين في 74 و89. ومن ثم اقتنص المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف التعادل لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة، ليكتفي المنتخبان الإماراتي والعراقي بنقطة يتيمة لكل منهما من هذه المواجهة. متواصلون مع محور حلقتنا الرئيس لهذا اليوم، فقد ظهر على مشوار منتخبنا الوطني الذي يخوض غمار التصفيات المصيرية الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة أكثر من علامة استفهام وتعجب. فتداعيات مبارياتنا الأربعة أسفرت عن متغيرات عديدة، ومنها هبوط خطير في المستوى الفني العام. وبالحقيقة أن هذه الأزمة التي تتمثل بنتائج وأداء المنتخب وما آلت إليه رحلة التصفيات من معطيات سلبية، جعلت الشارع الرياضي اليوم غير مقتنع ولا متقبل لأي حلول ترقيعية أو وهمية تظهر على الساحة، سيما بعدما صار الجميع مدركا وواعيا لكل ما يحدث داخل البيت الكروي. تفاصيل أخرى عن الموضوع سنتابعها في القراءة التالية، خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام أينما كنتم في لقاء الإمارات والعراق بعد سلسلة من الإخفاقات التي رافقت لقاءات منتخبنا الوطني بكرة القدم في التصفيات الحاسمة والمؤهلة إلى مونديال قطر، والتي انتهت آخرها بتعادل إيجابي بطعم الهزيمة أمام الإمارات، وجرأ هذا المستوى المتذبذب من جولة لأخرى، اتفقت معظم الأطراف المهتمة بمسيرة منتخب الوطن من جمهور وإعلام وأهل الشأن الرياضي على أن مستوى لاعبينا كان هزيلا بأداء مخيب للآمال وأخطاء متكررة وإرادة غائبة ولعب بلا حيوية ولا روحية، وهذا ما جعل سقف المطالبات يرتفع ويتنوع ليطالب المعنيين بالأمر بإجراء تعديلات ضرورية على شكل المنتخب فنيا وإداريا وحتى على مستوى العناصر كحلول منطقية لهذا الواقع المرير، حتى أن البعض أوضح بمعنى أدق بالقول لا أدفكات يعلم ماذا يريد من عناصره ولا عناصره تفهم ماذا يريد منها مدربها، فالمدرب حائر مما يحدث نتيجة عدم استطاعته توظيف المجهودات الفنية، واللاعبون حائرون مما يواجهونه من أزمة فعلية بغياب الثبات وعدم الاستقرار وفقدان الانسجام، ناهيك عن الشرود الذهني الذي أصاب الكثيرين منهم. نعم، هذا هو بالضبط ما بين الأكثر وصفا ودقة لما يحدث من مهزلة ضمن مرحلة المنتخب إلى هذه اللحظة. والشيء بالشيء يذكر، ربما الحسنة الوحيدة في مواجهاتنا الأربع هي أننا كسرنا حاجز العقم التهديفي وسجلنا أول أهدافنا بالتصفيات الحاسمة في مباراتنا أمام المنتخب الإماراتي.
وفي الحقيقة أن هذه الأزمة وما آلت إليها من معطيات جعلت الشارع الرياضي اليوم غير مقتنع ولا متقبل لأي حلول ترقيعية أو وهمية تظهر على الساحة، سيما بعدما صار مدركا وواعيا لكل ما يحدث داخل المنظومة الكروية. فاستمرار ذات النهج الفني والإداري الفوضوي في فرض تشكيلة مسلفنة مسبقا في اختيار أسماء دون أخرى، والصمت أمام تدني عطاء بعض اللاعبين ومحاربة اللاعبين المغتربين من دون اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الكرة العراقية بشكل عام، قد يتسبب في ردة فعل عنيفة وحالة من الغليان، ليس من الجماهير الرياضية فحسب، بل من جميع المتابعين والمهتمين، والتي إذا اجتمعت أطرافها وانتفضت وثارت فلن يوقفها إنجاز فريد ولا تاريخ عريق ولا نجم سابق، لا يحمل مشروعا واقعيا وحلا فعالا يتكفل في تهيئة منتخب قادر على مواجهة جميع فرق التصفيات الحاسمة بجاهزية تامة وعودة الهوية الحقيقية له بعدما فقدت في مناسبات سابقة. مشاهدينا، نرجو المعذرة لأن اليوم كان من المفترض أن نتبادل الحوار المباشر مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعض النواحي الفنية والتقنية حالت دون ذلك، فارتعينا أن نعطي مساحة من الوقت بحديث منفصل لهم للتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم حول الأمر. سنتوقف أولا مع تصريح الزميل الصحفي علي المعموري حول مشوار المنتخب في التصفيات الحاسمة، وهو يفصل لنا ما رافق الرحلة من معطيات مؤلمة، بدءا من مواجهتنا الأولى أمام الشمشون الكوري وصولا إلى الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي. نتابع. بعد النتيجة التي تحققت مع المنتخب الكوري والتي اعتبرها الشارع الرياضي نتيجة إيجابية نظرا لقوة ومتانة المنتخب الكوري، ونظرا لكونها أول مباراة وفي مع فريق مرشح لحصد أحدى بطاقتي التأهل بالنسبة للمجموعة الأولى، الشارع الرياضي توسعت لديه مساحة الطموح بالحصول أو بالتنافس على الأقل على أحدى البطاقات، نظرا لكون هذه المجموعة من المجموعات المتوازنة في التصفيات. وبالتالي ذهبنا إلى مباراة إيران في قطر، هذه المباراة نتيجتها كانت نتيجة كارثية، صحيح المنتخب الإيراني منتخب قوي، منتخب يحتل تصنيف متقدم في الفيفا، تصنيفه تقريبا 26 على العالم، المنتخب الأول في القارة الآسيوية، المنتخب المتأهل في آخر مونديال، ورغم هذا أعتقد ليست هناك فوارق كبيرة بين المنتخبين العراقي والإيراني بحكم اللقاءات السابقة، لا يحقق هذا المنتخب أفضلية يعني مطلقة على منتخبنا رغم كل الأمور التي ذكرت سابقا. مع هذا حصلنا على نتيجة كارثية، خسرنا المباراة لعبا ونتيجة وأداء، أخطاء كثيرة أدت إلى هذه الخسارة، خسرنا بثلاثة أهداف وهي نتيجة غير متوقعة، نتيجة أحدثت ردة فعل عنيفة في الوسط الرياضي، ردة فعل في الشارع الرياضي، الجميع حدد أسباب الخسارة، هناك لاعبين غير مؤهلين للانضمام إلى المنتخب الوطني، لاعبين قسم منهم بدون أندية، لاعبين قسم منعتهم لم يمارسوا كرة القدم منذ فترة، لاعبين آخرين زجوا بمراكز غير متعودين عليها، قراءات أدفكات لم تكن دقيقة، عملية توظيف اللاعبين ما كانت جرت بالطريقة الصحيحة، استبعاد اللاعبين المغتربين عن صفوف المنتخب، كل هذه الأمور أدت إلى الخسارة الكبيرة مع الفريق الإيراني. ذهبنا يعني إلى المباراة الثالثة على أمل هناك فرصة للتعويض،
اللاعبين وعدوا الجمهور، وعدوا الشارع الرياضي، وعدوا الإعلام بتغيير الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية مع المنتخب اللبناني، خصوصا أنه المنتخب اللبناني منتخب لم يحقق أفضلية كبيرة على منتخبنا. هو لديه في سجلاته فوزا واحدا في مباراة ودية، الأفضلية كانت واضحة بالتاريخ لصالح منتخبنا، غير أن الأداء في المباراة لم يختلف عن الأداء في المباراة التي سبقتها. وعلى هذا انتهى اللقاء بالتعادل أيضا بدون أن نسجل هدف. هذه مشكلة كان لابد من إيجاد حلول لها. المباراة الثالثة على التوالي في المرحلة الأخيرة ولم يستطع منتخبنا تسجيل هدف واحد على الأقل أو يحقق نتيجة الفوز في ثلاث مباريات، حتى انتقلنا إلى المباراة الأخيرة، مباراة الإمارات. المنتخب الإماراتي الذي واجهناه يعتبر من أسوأ النسخ التي مثلت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، غير أن منتخبنا عانى في الشوط الأول من نفس المشكلات التي عانى منها في المباريات السابقة، ثم بالشوط الثاني استطاع بعد إجراء بعض التغييرات استطعنا أن نحقق هدفين ونقلب النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين حتى الدقيقة 93، غير قبل دقيقتين ونصف من صافرة النهاية تمكن المنتخب الإماراتي من العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنفس بفقدان نقطتين مهمتين كما فقدنا كما حصل في المباراة التي سبقتها. وهكذا جمعنا ثلاث نقاط من أربع مباريات. مشاهدينا، بالتأكيد الخاسر الأكبر هي الكرة العراقية والمنتخب الكروي الذي يعيش فعلا يعني أزمة حقيقية تعتبر نتاجا واقعيا لتخبطات في المنظومة الكروية بشكل عام، وبالتالي هذه الأزمة وتلك أثرت سلبيا على المستوى النتائج وعلى المستوى الفني العام، وصولا بالدرجة الأساس إلى غياب الاستقرار والثبات. سنعود مرة أخرى إلى تكملة حوار الزميل الصحفي علي المعموري وكيفية البحث عن حلول واقعية تخدم مسيرة المنتخب بالمرحلة المقبلة. نتابع الآن ما هو الحل، ما هي الأسباب وما هي الحلول. الأسباب كثيرة، الأسباب التي أدت إلى خروج منتخبنا بهذه الصورة أسباب كثيرة جدا، منها تغيير المدرب في وقت حساس، المدرب السابق أعني، ومنها عدم منها تهميش الكفاءات المحترفة في الخارج، ومنها وجود لاعبين غير مؤهلين لتمثيل المنتخب الوطني في الفترة الحالية، وجود لاعبين بدون أندية، وجود لاعبين أساساً أعمارهم تجاوزت الحد المعقول وبالتالي عطاءاتهم قلت، إضافة إلى أنه عدم قدرة المدرب على تفهم أو عدم قدرته على معرفة طريقة أو أسلوب لعب اللاعب العراقي وإمكانياته وقوة تحمله. هناك أسباب كثيرة تراكمت، كان لابد من إيجاد معالجة. المعالجة تتمثل في المعالجات الآنية، تتمثل في إبعاد عدد من العناصر الغير قادرة على الإنتاج، الغير قادرة على دعم المنتخب فنيا، و علاجات أخرى منها إجراء تغييرات في الجانبين الإداري والفني، منها إجراء عملية تحديث لصفوف المنتخب بالاعتماد على منتخبات الفئات العمرية الأخرى
لدينا لاعبين جيدين في المنتخب الأولمبي يمكن ترحيل قسم من عندهم اللي دعم صفوف المنتخب الأول مثل اللاعب زيدان إقبال، لا موهبة كبيرة وموهبة مهمة، يجب التركيز بشكل أساسي على اللاعبين المغتربين المؤسسين بطريقة صحيحة العاملين في الدوريات الخارجية وللحفاظ على آخر ما تبقى من الفرصة. نعم لدينا فرصة في التنافس على المركز الثالث على الملحق الآسيوي، والسبب أنه ظهور منتخبات سوريا والإمارات ولبنان والعراق بنفس المستوى، لا يوجد فارق كبير بالنقاط بين هذه المنتخبات. حتى المنتخب الكوري بإمكان منتخبنا لو تدارك الأمور وحققنا نتائج إيجابية في المباريات المتبقية بإمكاننا أن ننافس على البطاقة الأخرى، أو على الأقل يعني ننافس على البطاقة على بطاقة الملحق نصف بطاقة الآسيوية. لدينا بطولة العرب في قطر في نهاية الشهر المقبل، لدينا أيضا بطولة الخليج في العام المقبل، لدينا بطولة أمم آسيا سنة 2023. كل هذه الأمور تحتم على المقائمين على أمور المنتخب بإجراء تعديلات جوهرية، لا حتى وإن خرجنا من التصفيات حتى وإن خرجنا من بطولة العرب يجب أن لا نفقد الفرصة في بطولة أمم آسيا، هي لا تقل أهمية عن بطولة كأس العالم، وبالتالي على منتخبنا علينا أن نبني منتخب قوي قادر على المنافسة في الفعاليات الكروية التي يشارك بها. هذه المشاركة ربما قد تكون انتهت، قد تكون انتهت بالفعل نظرا للمستوى الضعيف الذي ظهر عليه لاعبونا، لكن المشاركات الأخرى لم تنتهي، ويجب أن من الآن نعد العدة ونشرع بعملية بناء البناء الكروي التي تعتمد على الأسس الصحيحة، الأسس المنهجية العلمية بدون الاعتماد على عناصر تم تجريبها لفترات طويلة ولم تكن مقنعة. شكرا للزميل علي المعموري على مشاركته القيمة. مشاهدينا حقيقة ونحن نتحدث بلغة الإصلاح والسعي لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء يجب أن نتوقف عند بعض التساؤلات، ومنها هل ستبقى المحسوبية والعلاقات ترافق تشكيل المنتخب وبالتالي تبعد الكفاءات الأخرى عن تمثيل المنتخب، وخط الهجوم هل سيبقى على حاله بعدما توضح مستوى ومهارة شاغليه، والأهم بهذا الأمر هل هذا الخط الفعال بحاجة إلى اكتشافات جديدة؟ هل فعلا سنمتلك الشجاعة لتسريح بعض اللاعبين بعدما انخفض مستواهم ولم يعد بمقدورهم تقديم العطاء أكثر مما قدموه؟ ولمصلحة من ستستمر مقاطعة اللاعبين المغتربين؟ يقينا أن المرحلة المقبلة سواء لهذه التصفيات أو ما بعدها تتطلب إجراء تعديلات على شكل المنتخب فنيا وإداريا وحتى على مستوى العناصر، والبحث في استراتيجية طويلة الأمد لعملية البناء وخطط حديثة تستهدف جميع مكونات المنظومة الكروية وفق رؤى علمية ممنهجة بالاستفادة من السلبيات الحالية. هذه الخطوات الفعالة تتطلب حقيقة نهجا سليما وعقلية احترافية عالية، فضلا عن بعض التنازلات والتضحيات والعمل بنوايا صادقة وأمينة من أجل رفع مستوى منتخب الوطن. نقطة آخر السطر. يقينا
أن تدهور الوضع العام له تأثير حقيقي على الرياضة بشكل عام والكرة على وجه الخصوص، فرحلة الصراع على المناصب مستمرة على حساب المصلحة العامة، والمشاكل والتكتلات والمحسوبية والضغوطات الخفية لم تنتهي إلى يومنا هذا، إضافة إلى ضعف وعدم الاهتمام بتنظيم البطولات الرئيسة والوصيفة بصورة صحيحة وسليمة، لها أيضا مردودات سلبية على المستوى الفني العام. مشاهدينا، سنتوقف الآن مع المدرب الكف نبيل زكي وانطباعاته حول مستوى المنتخب في مشواره ضمن التصفيات، نتابع. أنا أعتقد مباراة المنتخب الوطني السابق الأربعة أفرزت أمور كثيرة قد تدل على ضعف الإعداد لهذا المنتخب، ضعف الربط ما بين المدرب واللاعبين والفلسفة التدريبية التي يحملها هذا الرجل للمنتخب الوطني بحكم الفترة القصيرة بعد أن تم استبعاد السيد كاتانيتش في فترة سابقة. المباراة الأولى أمام كوريا كانت مباراة دفاعية محضة، وأيضا قدمنا بها بعض اللمحات، لكن في المباراة الثانية مع إيران لم نقدم شيء يذكر حقيقة، وقدمنا مباراة في رأيي الشخصي كانت سيئة حسب كل المواصفات الموجودة للمنتخب الوطني السابق. تحكم الإيرانيين في عملية التهديف، وحتلعنا في بعض الأوقات أخذنا من المباراة من الإيرانيين، لكنه لم نكن نجد الحلول المثمرة للوصول إلى منطقة جزاء الفريق الإيراني. وكانت المباراة صعبة، وكانت مباراة من طرف واحد تقريبا، التسجيل هو الفريق الإيراني، وتوسمنا خيرا في مباراتنا أمام لبنان. نأخذ أن هناك فترة كبيرة تقريبا شهر أعطيت المدرب أدفوكات لكي يضع بصمته مع المنتخب الوطني في هذا الوقت، لكن للأسف أقولها وللأمانة لم يظهر لاعبي المنتخب الوطني بأغلب عناصره بكل مراكزه عدا حماة الأهداف. أن في رأيي الشخصي قدم فهد طالب مباريات مقبولة ومباريات جيدة رفعت من حظوظه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، بل وأخذ أفضل لاعب في مباراتين لهذا المنتخب. وعلينا أمور كثيرة في مباراة القادمة أمام سوريا، وسيكون هناك حسابات كثيرة. أما مباراتنا الثالثة حقيقة كانت مباراة مؤلمة مع الفريق اللبناني، لأنه الفريق اللبناني صح متطور لكنه لا يصل إلى مراحل تقدم الكرة العراقية ومراحل تطور الكرة العراقية ومراحل اللاعبين وكميات الفنية الموجودة في أرض الملعب، ولكننا وجدنا أن هناك منتخب متزن هو الفريق اللبناني، أحرجنا كثيرا وقدم مباراة كبيرة، بل كان قريب من التسجيل في أغلب أوقات المباراة، ولم يكن الجمهور العراقي راضي عن هذا الوضع للمنتخب الوطني. بدأ قيل والقال عن اللاعبين، عن تدني مستوى، عن قد يكون هناك ورود في عملية الإداء الجماعي للمنتخب الوطني، لكن هذه النقاط يجب أن تزال أمام سوريا في المباراة القادمة. ونأتي للمباراة الرابعة، والمباراة التي أعتقد أبعدتنا نوعا ما عن الصدارة، وأن أيضا كنا متيقنين أن الفريق العراقي سيفوز في هذه المباراة أمام الإمارات بحكم المباراة الثلاثة السابقة، وكيف أنه أعطى نقاط كثيرة للمنتخبات المنافسة. مشاهدينا، بحسب لغة الأرقام بالتأكيد أن منتخبنا أصبح موقفه صعبا بالمجموعة إذا ما انتفض على هذا الواقع وعاد إلى تقديم الأداء العالي الذي يتكفل بمنحه أكثر عدد من النقاط. في ظل هذه المعطيات سنكرر دائما، وللأسف هذه العبارة التعبوية على حساب المقومات الفنية الضرورية، بأن المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة على اللاعب العراقي للعودة بقوة والدخول بالمنافسة ولو على خطف البطاقة الثالثة، التي يعني ربما نكون من خلالها جزءا من هذا الحلم الكبير بالوصول إلى مونديال الدوحة. هذه تحياتي، أنا بلال بداع، مع السلامة.